അന്ത തത്ലുഹു ബൈനനാ ഫിൽ കവാകിബി കൽബുദൂർ ബൽവ അഷ്റഫു മിൻഹു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി. ആത്മീയത വറ്റി മണൽ പരപ്പായ മാനസങ്ങളിൽ പ്രവാചക സ്നേഹം തെളിനീരുറവയായി പെയ്തിറങ്ങുകയാണ്. ഹസാനുബിനു സാബിത്തും ഇമാം ബുസീരിയും നടന്നു നീങ്ങിയ രാജപാതയിൽ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം രചിച്ച മങ്കൂസ് മൗലിദ് പുതിയ ഈണങ്ങളിൽ പുനർജനിക്കുകയാണിവിടെ. മുജത്തബ പബ്ലിക്കേഷൻസ് കൈരളിക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു ബദറുദ്ദുജ. സംവിധാനം അബ്ദുൽ ഖാദർ വളക്കൈ, അബ്ദുൽ ഖാദർ പൈലിപ്പുറം. ആലാപനം അബ്ദുർ റഷീദ് വിളയൂർ, ഷംസുൽ ഹുദ മണ്ണാർക്കാട്, ഹാഫിൽ സിറാജുദ്ദീൻ ആലിപ്പറമ്പ്, ഹാഫിൽ യഹിയ വേങ്ങര. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدا وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبتني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط اللهم صل وسلم وبارك عليه.
أنت تتلوح بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك اصطفى من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب ارتكبت على الخطا غير حصر ما غدت لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي إننا نرجو إلىك إسي حولك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقة واهلنا إنا يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لها نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي
فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة أمر الولادة وحان بروز شمس السعادة فلألأ الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى فمر بجناح على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. جبريل نادى في منصات حسنه هذا مالح الكون هذا أحمد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف في هذا السيد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مالح الوجه هذا الأوحد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد.
ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد. قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد. بشرى لي أمتي برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزياد. يا ربي صل على النبي محمد منزل الخلائق من جهنم في غد. ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يغرد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غد. وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون. فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم. فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما. فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وانشد وقلبه يصلى بالنار. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المقتدى خير البرياتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المقتدى خير البرياتي. أيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرياتي. تنكست مقلوبا فما ذاك كلنا
فمن حزننا قد دارت العير بالسحب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. فإن كنت من ذنب أتينا فإننا ونلوي عن الذنب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بسيد ربي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. ترد علي مولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. ونار جميع الفرس قد خامدت له وقد بات عشاه الفرس في أعظم الكرب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. فيا لقوسين ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل رحبي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. قال ابن إسحاق: لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم، فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب ما سميت ابنك؟ قال: سميته محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقالوا: قد رغبت عن أسماء آبائك. قال: أردت أن يحمده من على الغبراء. محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد، صلى عليه الله ما أشرقت
شمس الضحى في ذلك السعد. فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره، فبينما آمنة في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة، ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور، وعمها الفرح والسرور، وأقبلت الملائكة والحور، وحف حجرتها أنواع الطيور، وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا، وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. وجهك الله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. ومريما أنت زائره قد أتاه الله بالفرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. فزمن قد كنت بغيته فسمع في أرفع الدرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. بذلا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. يا كريم الجود راعته فكفيت البحر واللجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. ذنبنا ماهي لا يمنعنا من ظروف الدمع والعجج. حبكم في قلبنا مهون من رأي الذنب والهرج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج. إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج. ربي وارزقنا زيارته قبل قبل الروح والخرج. صل رب العالمين على
سردي صلي يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صلي يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صلي رب العالمين على سيد الكونين والسرج قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون بغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي منجي الخلائق من جهنم في غدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي منجي الخلائق من جهنم في غدي أحيا ربي القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد جاءت لي مولده الشريف بشائر وخواريق العادات ليلة مولدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي منجي الخلائق من جهنم في غدي آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي منجي الخلائق من جهنم في غدي البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي منجي الخلائق من جهنم في غدي ومن اليسير سقى ما أطعم جيشه
حتى اكتافوا ويسيروا ولم ينفدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي منجي الخلائق من جهنم في وادي يا ربي صل على نبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي يا ربي صل على نبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي أوصف يا ربي صل على نبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي يا سيد السادات جئتك قصيدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي يا ربي صل على نبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي قد هلا بما قد علمت من الأذى والظلم والضعف شديد فأسعدي يا ربي صل على نبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي يا ربي صل على نبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي إني نازلك ونازل لديك يا خير الأنام بكل خير يعتدي يا ربي صل على نبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي فعليك منا كل وقت دائما أزكى صلاة ما سلامي سرمدي يا ربي صل على نبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي يا ربي صل على نبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا شرفت المدينة
مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور طلع البدر علينا من سنين أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حولك الصافي المبارك بردنا يوم النشور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما رأينا العيسى حنت في السورة إلا إليك والغامة ما قد أضلت والمال صلوا عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وآتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستهجرك يا حبيبي عندك الظبي النفور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا نور عيني
مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داع مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داع حينما شدوا المحامل وتنادوا للرحيل جئتهم والدمع سائل قلت قفني يا دليل مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داع وتحمل لي رسائل أيها الشوق الجزيل نحوها تلك المنازل في العشايا والبكور مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داع كل موفي الكون هام فيك يا باهي الجبين ولهم فيك غرام واشتياق وحنين مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داع في معانيك الأنام قد تبدت حائرين أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داع مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داع مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داع عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داع فأغثني وأجرني يا مجير من السعير يا غياذي يا ملاذي في ملمات الأمور مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داع فاز عبد قد تملى وانجلى عنه الهموم فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داع ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور مرحبا
عيني مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير دار يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفيرا عني ذنوبي واغفرا لي سيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم سري وأخفى مستجيب الدعوات ربنا ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم